أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي رفضه للانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمجموعة العمل المالي لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال. وخلال لقائه النواب قال خامنئي إن إيران لن توقع على هذه الاتفاقية، ووصفها بأنها معدة لمصالح دول أخرى. وكان مجلس الشورى الإيراني قد رفض هذه الاتفاقية التي اعتبروها عائقا أمام استمرار إيران في دعم الجماعات الموالية. هذا ويتمنى النظام الإيراني سياسة النأي عن توقيع والمصادقة على الاتفاقية والمعاهدات المعنية بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لتجنب الوقوع تحت طائلة محاسبة المنظمات الإرهابية التي يدعمها في عدد من دول المنطقة.